أهلا وسهلا من جديد مشاهدين الأحبة، وتحية صباحية لكل من يتابعنا الآن عبر تلفزيون سلطنة عمان. مثل ما ذكرنا أولى فقراتنا إن شاء الله راح تكون عن لمسات إبداعية. دائما سيف، مثل ما أنت تلاحظ في برنامج قهوة الصباح، دائما نحن نرحب طبعا بالأفكار الشبابية، وأيضا نسلط الضوء على مجموعة من المصممات العمانيات اللي بالفعل مهتمين في مجال الأزياء. ولذلك اليوم معنا أيضا مشاهدين الأحبة قصة نجاح أخرى لشابة عمانية خطت مسيرتها أيضا بثبات ومشوارها بنجاح أيضا في مجال التصميم والأزياء، وراح نتعرف إن شاء الله تعالى على تفاصيل هذا النجاح وهذه البادرة الجميلة حقيقة في تصميم الأزياء سواء التقليدية أو أيضا المعاصرة. زينب بنت مبارك السيفية مصممة أزياء هي ضيفتنا في فقرة لمسات إبداعية. وزينب نقول لك صباح الخير. صباح النور أخي سيف، صباح النور أختي حوراء. أهلا وسهلا، سعيدة جدا بهذا اللقاء الجميل اليوم، واللي راح يكون من ضمن نجاحاتي وإبداعاتي وأيضا إنجازاتي إن شاء الله على 2016. يا رب تكون سنة خير علينا وعليكم يا رب. إن شاء الله. حياك الله معنا يا زينة، وأكيد من خلال تواجدك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح راح نتعرف أكثر عن المحطات وأيضا الإنجازات والنجاحات. يعني زينة، دائما نحن نسأل، يعني هذا هو السؤال الروتيني، بداياتك في مجال التصميم وفي مجال الأزياء. إن شاء الله. أولا تذكرت حاجة اليوم لك وللأخ سيف، نعم. ماما الشمعة محمد مسلمة عليكم. الله يسلمك. سلام خاص لأن هي من متابعيني، أوجه لها ألف تحية. بداياتي طبعا كقصة أي نجاح، بداية كانت خفيفة جدا وبسيطة، كانت بداية منزلية. نعم. بداية أيضا كمحاولة، طبعا نلت فيها إعجاب بعض الأقارب، إنه هذا التصميم مثلا حلو، إن هذا القطعة حلوة، إن هذا شو اسمه، فظل هذا الشيء في مخيلتي، ليش أنا مثلا ما أطور هذا الشيء، ليش أنا مثلا ما أنقل هذه الفكرة لأناس قد يكون مستفيدة، قد يكون سبحان الله. فظلت هذه الفكرة طبعا تراودني إلين قبل 4 سنوات فكرت في هذه الفكرة إني أنا أطورها. حصلت طبعا أول شيء، واللي أوجه لهم ألف تحية اللي هم المتابعين، أقاربي وعائلتي الكريمة اللي فعلا شجعتني على هذا الشيء، فالحمد لله على كل حال. جميل، الحمد لله رب العالمين. يعني طيب أختي زينة، على كثرة الطفرة الواسعة لو خلينا نقول الإيجابية في هذا المجال، ودخول أيضا نساء عمانيات في هذا الجانب وبقوة ما شاء الله تبارك الرحمن، الحين وصل البعض منهم وصلت إلى العالمية، أنت لما فكرت أنك تدخلين هذا الغمار وتخوضيه، ما حسيتي بنوع من القلق، من الخوف، من التوتر في أنك تخوضي هذه المنافسة مع كم هائل ربما من الإبداعات العمانية للمرأة العمانية؟ نعم، هي المنافسة قوية جدا. أنا بالعكس يعني ما فكرت إن العمانية بس، إحنا حتى الوافدين أساسا ينافسونا في هذا المجال. نعم. لأن اللي صار الحين يعني عادي الوافد ياخذ فكرة من شو اسمه يعني المصممة ويصممها هو بنفسه. صحيح. أيضا فالمنافسة قوية بالنسبة للمصممات، أوجه لهم ألف تحية، في يعني تحصل في إبداعات في شو اسمه، بس ما مش لأني أنا قلقة إن هي تنافسني، لأن هي إذا هي مصممة صح هي راح تكون لها ابتكاراتها الخاصة، وهي راح تشق طريق بنفسها يعني. صحيح. فعندنا هنا في عمان ما شاء الله يعني كل واحدة لها إبداعاتها وكل واحدة لها طريقها، فأنا ممكن ألمس من عندها حاجة بس ما ممكن إني أنا أنافسها، لأن في مصممات ما شاء الله تبارك الرحمن. صحيح. ما ممكن أنا أنافسها، وممكن أيضا حتى لو نافستها راح أخذ منها فكرة فقط. وكل واحدة لها ما يميزها أكيد. أساسا، لكن ما شكل لك نوع من الإحباط لربما من خلال الفكرة الجمعية، إنه والله أنت ربما أنه صعب أنك تصلين بسبب أنه كثرة الحين العاملات في هذا الجانب؟ لا، ما ممكن إني أنا، لأني أنا إذا فكرت كذا ما راح أوصل. أنا أول شيء لابد إني أحط خط معين لي. ممتاز. كيف ممكن أنا أصل؟ هي وصلت بطريقها، هي وصلت بأفكارها، بس ما ممكن إني أنا أفكر إني أنا أنافسها بحيث إني أنا أتميز عنها. ممكن راح أتميز بس بطريقي أنا، بتفكيري أنا. جميل. طيب يعني زينة، نحن ذكرنا بالفعل وأنت ذكرتي الآن في حديثك أن هناك العديد من المصممات العمانيات، وكل مصممة لها طريقها الخاص، لكن إيش اللي يميز زينة عن باقي المصممات؟ إيش هي اللمسات الإبداعية اللي بالفعل دائما تكون في اللبس التقليدي؟ اللبس التقليدي بأمانة، يعني أنا مثلا أول
تفكيري أني أكون للبنات الصغار. فلما جلست يعني أزيد وجلست يعني أحور في لبس البنات الصغار وأطور ملابس البنات الصغار، ونفس الوقت أرجع على القديم، ألاحظ أن القديم سبحان الله يتميز على المطور بكثير. يعني تحسي أن القديم له نكهة خاصة، يعني ما ممكن أنا مثلا الصوري حتى لو طورته في المثال وجبت لي بنت صورية صغيرة وقارنت فيهم، حتى لو هذاك يعني أنا طورته واجتهدت فيه ما ممكن يصل. يعني أنت مع أو ضد التطوير؟ مش ضده، لكن يعني هذا يعني أريد أوصلكم فكرة إن التقليدي يعني له لمساته الخاصة، لمساته الفنية الجمالية الإبداعية اللي دائما. فالطريق اللي أنا راح أروحه مستحيل راح أبعد عن المطور، نعم، بس يعجبني دائما الدمج ما بين القديم وما بين الشيء. ممتاز. من غير تشويه. من غير تشويه. من غير تشويه. ممتاز. يعني بالفعل يمكن في نحن نقول مش الكل، وانما البعض من المصممات العمانيات اللي يمكن داخلين في مجال الازياء العمانيه التقليديه اللي يعملوا اللبس العماني، نحن نلاحظ ان هناك في تشويه بالفعل في اللبس العماني، حتى انت ما تعرف اذا هذا لبس عماني مطور ولا ايش بالضبط. هنا المشكله ما ممكن انك تميزيه. بالفعل وصلنا لهذه الدرجه، يجيني تواصل من البنات انه هذه اللبسه حلوه، مقتنعين في تصميمي، بس ما ممكن انك انت تزيدي عليها هذه القصه، ما ممكن ان ليش هي جايبه مثلا صوره من مصممه خاصه. نعم. ارفض. ليش ارفض؟ لاني اول شيء راح يعني اعمل جهد ما جهدي. الشيء الثاني لانه بيكون فقط مجرد تقليد اذا في هالحاله. نعم تقليد. أي. الشيء الثاني ممكن انا هذيك القصه يعني راح تخرب فكرتي. ما راح اوصلها. نعم. فهنا لابد ان من الحذر. هذه اهم حاجه في اللبس، لاني انا لما يعني اتكلم اني انا اصمم لبس تقليدي فلا بد ان احترم هذه الكلمه. في فرق بين ان مصممه عالميه يعني تبحر في كل شيء، وفي فرق بين لما انت تميزي هذا التصميم وتقولي مثلا هذه لبس تقليديه عمانيه. فرق. فهنا لا بد من المحافظه. لا بد من المحافظه، وراح نتكلم عن اهميه ان تكون المصممه العمانيه ايضا لديها اطلاع والمام بالازياء العمانيه التقليديه في مختلف محافظات وولايات السلطنه. لكن ايضا مع المشاهد الكريم راح نشوف بعض عروض النماذج اللي جابها لنا اليوم زينه، وراح نتحدث ايضا عن كل تصميم من هذه الازياء. نشوف مع بعض، نتكلم عن هذا الزي. طبعا هذا الزي هو من الازياء الجديده اللي هي 2017، يمكن الجمهور اول مره يشوفها. نعم. او زبائني اول مره يشوفوها. نعم. اتمنى انها تنال على اعجابهم. كنا بنسالك ايش الجديد عندك في 2017. أيوة. فسبقتينا. نعم. هو 2017 من المنابس اللي نزلت ما فيها كثير يعني عناء ولا فيها شو اسمه، بس اهم حاجه اني اضفت لونين، دمجت لونين، وايضا الشك ما كثير يعني اللي هو ما استخدمت، متعوده استخدم كثير خرز. نعم. استخدمت فقط الكريستال على شو اسمه. نعم. طيب زينه، هل يعني انا لاحظت ما شاء الله انت دمجتي اللونين، هل ايضا في خامات معينه تحب انك تستخدميها في الازياء التقليديه ولا لا؟ اكيد لابد من اقمشه انت دائما تتميزي فيها او بالالوان حتى. احب دائما قماش البريستم والحرير، لان اول شيء الحرير ساده. نعم. زين. الحرير الساده ممكن انت تقدري تبحري فيه وتحطي فيه اي تشكيله انت في مخيلتك. نعم. اما البريستم فهذا يعني شيء حصلناه مع اهالينا اكثر شيء، اللي هم طبعا اللي سبقونا، فبالفعل يعني ما ممكن اني انا اتخلى عنه. نعم. القماش جدا جميل، استخدمه في كل تصاميمي. نعم. انا لاحظت ممكن ان انت الحين مستخدمه دانتيل، صح؟ قماش. نعم. الدانتيل. قماش الدانتيل لان هذا جديد غيرت. اما انا تكلمت الحين عن شيء سابق، الاقمشه اللي انا كنت احبها. نعم. فهذا 2017 غيرت، حطيت الدانتيل وحطيت عليه اللي هو القماش الساري الخفيف. نعم.
نعم. طيب احنا احيانا نشوف يا زينة انه بعض المصممات العمانيات يكون عندهن في مختلف تصاميمهم وبتنوع اشكالها وانواعها يكون عندهن لون ربما خلينا نسميه طاغي، دائما يكون هذا اللون حاضر لحب المصمم الشخصي لهذا اللون، فانت هل في لون معين مميز دائما يكون حاضر في مختلف تصاميمك؟ نعم، اللون الاحمر دائما. اللون الاحمر مثل ما شايفين الحين اللون الاحمر دائما يكون في تصاميمي. نعم، ممتاز. طيب انت تصاميمك لاي من الفئات العمريه تكون، للصغار للكبار لايش بالضبط؟ لان الحين اللي موجود معنا ربما انه الفئه العمريه صغيره. للصغار وللكبار، بس انا اكثر شيء تركيزي على الصغار. بامانه. طيب ما تواجهي صعوبه يعني خصوصا انه يمكن الاطفال ممكن ان تكون ملابسهم اكثر خفيفه ما فيها شغل كثير، ما تواجهي صعوبه في هذا الموضوع؟ مثل ما اسلفت الصغار أنا ما ممكن إن أقارن ملابسهم القديمة بالملابس اللي جالسة تصير الحين. الصغار لهم نكهة خاصة، حتى لو طورتها يعني تحسي إن في قلق. لا أنا ما ممكن إن الصغيرة يعني أعمل لها حاجة كذا أوفر. ما ممكن الصغيرة، لا هم ملابسهم الصورية أحلى. لأن أنا قلت لكم يعني إذا قارنت البنت الصغيرة في الملابس القديمة ما ممكن أبدا تجي على البنت وهي في الحداثة والتطور. والحين الحين نشوف أيضا مع الشاشة مع الأمورة الصغيرة ميار، اسمها ميار صح؟ ميار. نعم ما شاء الله منورة يا ميار، ما شاء الله عليها أمورة وحبوبة. كلمينا أيضا عن الزي هذا. الزي طبعا هو عبارة عن دانتيلات، أنا قمت طبعا بتركيبها على القماش، استخدمت قماشين اللي هو اللون الرصاصي مع اللون الشسم البرتقالي، عملت فيه أكثر من كريستال اللي هو طبعا الصغير والكبير ودمجتهم مع بعض. جميل. اللبس يعني خفيف جدا. نعم. ما في أي شيء اسمه، بس هو على تشكيلة اللبس العماني. نعم، يعني حتى ممكن للأطفال في اختيار الألوان لازم أن تكون ألوانهم دائما زاهية. نعم. الألوان الفواتح هذا شيء ضروري دائما؟ ضروري، لأنه هم حتى تحسيهم مثلا محبب عندهم الفوشي الأمهات. نعم. تحصلي دائما حتى في اختيارهم في التواصل عطيني لون فوشي، عطيني لون الوردي، عطيني لون كذا، يعني في ألوان يعني تحصليها أكثر شيء برايت دائما في شو اسمه البنت الصغيرة. حلو. أنا طيب أريد أسألك أيضا يا زينة يعني أهمية أنه المرأة العمانية خاصة أقصد هنا المصممة أن يكون لديها فعلا ثقافة فيما يتعلق بالأزياء العمانية التقليدية النسائية، يعني عارفة الأزياء ربما النسائية الموجودة في محافظة ظفار، في المنطقة في المحافظة الشرقية، في مختلف محافظات ولايات السلطنة، في هل من الضرور أنها تكون لديها إلمام وإدراك واطلاع أيضا؟ لابد من الثقافة والدراسة أيضا. إحنا يعني أنا بأمانة أوجه ألف تحية للأستاذة سماح الوهيبي. دخلت معاها دورة وهذا كان هذه الدورة مهمة جدا. ليش؟ لأنه في بعض الأشياء إحنا ما كنا أبدا نعرفها. خبرتنا بأشياء في إلمام كبير عن يعني ملابس السلطنة وكيف إحنا ممكن نحافظ عليها وكيف إحنا ممكن نبحث عن حاجة بحيث إن إحنا نخط فيه. صحيح. فهذا الشيء يعني بالعكس يفيدنا. نعم. الدورات هذه تفيد. تعرف ليش سألتك السؤال؟ نعم. لأنه أحيانا بعض المصممات يعني وهن ربما قليلة أو حتى نقول نادر يعني. نعم. ربما أن يصمم أنه زي عماني تقليدي نسائي إنزين ويروح يشارك ربما برا السلطنة خارج السلطنة والناس يتعرفوا على هذا الزي على أنه زي عماني تقليدي، ولكن ربما للأسف الشديد هناك بعض الهفوات، بعض الأخطاء التي لا تمس ولا تمت أساسا بالزي العماني التقليدي النسائي بصلة. صحيح. في بعض الإضافات أقصد. نعم. وهذا غلط كبير. ليش؟ انت ما سويت هالغلط الا لانك انت عندك جهل اساسا. أيوة. بالزي العماني التقليدي النسائي، لانه البعض يتخذ الشيء اهم حاجه انها الزبونه راضيه. نعم. فهمت علي؟ يعني اهم حاجه ان الزبونه راح تدفع عليه هذا. بس هذا غلط انا من وجهه نظري، ما اعرف وجهه نظرك كيف. اكيد انه غلط، لان انا الحين مثل ما خبرتك لما تجي مثلا الزبونه تتواصل معي. ايوه. تصميمك جميل بس ضيفي لي. فهذا دليل على ان هي رغبتها في التصميم الثاني. ليش انا رفضت؟ انا قلت لك انا ارفض. ليش ارفض؟ لاني ما مقتنع بالفكره اللي هي جايبت لي اياها. ممكن يكون قد يكون القطعه مثلا القماش الاضافي فيها عاري جدا، قد يكون مثلا اللبسه يعني قصيره جدا. فبيطلع باسمي. صحيح. في النهايه انا اللي سويته.
باكر لما تطلع برا بيسألوها من وين هذا اللبس؟ والله نعم من عند زينة. راح يطلع باسمي يعني قصير جدا، ما تحس انه في يعني الكوم قصير جدا او ممكن يكون بدون كوم. لا واطلق عليه لبس عماني، يعني هي راح تكون في عرس انها لابسه لبس تقليدي من المصممه مثل زينة السيفي، راح خلاص تنتشر. نعم، ما يمثل شخصيتك عموما يمكن هذا اللبس اللي انت راح تعمليه. طيب زينة، انت ذكرتي حرص يمكن ايضا المصممه العمانيه انها تشارك مثلا في دورات تدريبيه، ورش عمل في مجال الازياء، هل هذا مهم جدا ان المصممه يكون لها فكر ايضا ابداعي انها تتعلم حاجات جديده في هذا المجال، وايضا انها تشارك مثلا في مسابقات محليه ودوليه؟ نعم، هذا يعني ضروري جدا، لاني انا خبرتك ان الاستاذه سماح لما عطتنا هذيك الدروس احنا كنا في جهاله. نعم، يعني في اشياء احنا ما كنا نعرفها، لدرجه اني انا جيت هالمره الثانيه انا طلبت منها الدوره هذه. نعم، وطلبت من اساتذه ان احنا نريد دورات حتى وان كانت على حسابنا الخاص لانها راح تفيدنا. الشيء الثاني لما انا مثلا الفظ على هذاك التصميم انه لبس عماني، أكيد إن في يوم من الأيام راح تكون عندي مقابلة، راح أسأل وش يميز يعني هذاك اللبس وش يميزه. نعم، لابد إن تكون الإجابة عندي حاضرة. نعم، من دون دراسة، لأن أنا كهواية هوايتي وحبيت أطورها بس ما عندي دراسة. نعم، فهذه الدراسة راح تفيدني في كل الأحوال. جميل. نعم جميل. الشق الثاني كان من سؤال حوراء أنه أهمية هذه المصممة أنها تشارك في مسابقات، وأنا أضيف أيضا على السؤال أهمية أنها تشارك أيضا في معارض وفي احتفالات وفي مناسبات اجتماعية مختلفة بحيث يكون لتصاميمها حضور في هذا الجانب. لابد من المشاركة، لأن أول شيء المعارض هي أساس الانطلاق. نعم، وهي طبعا اللي راح تعرفك على الجمهور، بس هناك يكون في حذر لأن مش كل المعارض ناجحة، مش كل المعارض أيضا لها يعني دور فعال، ممكن قد تكون بس اللهم مكاسب مادية، وهذا اللي جالس يحصل في بعض المعارض. نعم، وليس في كل المعارض. نعم، في معارض في ناس ما شاء الله عندهم مصداقية، يعني حابين إن بالفعل يدعموا المصممة، يدعموا الناس المنتجين والناس اللي جالسين يتعبوا فعلا في شغلهم، بس في معارض للأسف. فهناك لابد من يعني القبول، لابد يكون في حاجة يعني أنت لمست في هذاك المعرض ممكن راح يطلعك أو ممكن راح يساعدك، عدا عن ذلك صعب إن المشاركة في معارض وهمية. نعم. طيب زينة، كيف شايفة أيضا أن المصممة تروج لتصاميمها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا الترويج مهم جدا، التواصل الاجتماعي أصبح وسيلة فعالة وسيلة سريعة، ولكن هناك لابد من أيضا الحذر في طريقة العرض، لأن ربما يكون في تشويه حتى لللبس، في تشويه أحيانا حتى للموديل أو العارضة اللي هي تنزل بطريقة يعني فيها فقط إغراء وليس لللبس. نعم، فهناك ما أحس إن في توافق. أما لما أنا أنزل اللبس مثلا أنا أشوف إن حتى طريقة الفيديو الحين في التواصل الاجتماعي جميلة جدا. نعم، صاروا يعني يتفننوا حقيقة، يتفننوا في عملية عرض هذه، حتى إنها يتميز يعني اللبس، تفاصيل اللبس يعني حتى تحصل فيه قبول إن الناس يشوفوا الفيديو، يعني تحس تعرف مين اللي دخل على حسابك. نعم، كم شخص ممكن إن شاف هذاك الفيديو. ولكن إنك أنت تنزل صور مثلا فقط للعين وهي مرتدي لبس عماني. نعم، او مثلا اليد وهي مرتدي لبس عماني، فما معناتك انت توصلت للشيء الفكره اللي انت حاب تضيفها للزبون. نعم، لكن ما تشوف ايضا انه في شيء ايجابي كبير جدا وهو انك تتعرفي على اراء واقتراحات وملاحظات ومدى قبول وتجاوب ايضا الزبائن من خلال اطلاعهم على هذه الفيديوهات وهذه الصور المدرجه في مواقع وشبكات التواصل، تفيدك انت شخصيا كمصممه؟ أيوة، ترى أنا حتى في التواصل الاجتماعي ممكن أكتب رأيكم مثلا يهمني. نعم، فتحصل مثلا شو اسمه، حتى يمكن الشخص ما رد عليك في شو اسمه، يرد عليك على الواتساب خاص مثلا. نعم، خلاص، أو في الخاص
يرد عليك خلاص انا الفيديو مثلا عجبني بكم بتسوي لي يعني في تواصل تحس انه في قبول. وانت تقبلي ملاحظاتهم او حتى انتقاداتهم ما راح تشكل لك نوع من الاحباط أبداً او التثبيط؟ ابدا، لان الانتقاد هو بس مش عاد انتقاد لدرجه انك جارح او جارح، ايوه، بس يكون انتقاد هادي، انتقاد يعني بناء. نعم بناء، يخلي يعني المصممه بالفعل تفكر في هذاك الانتقاد ان هي تطور منه. نعم، عموما يمكن حتى بالفعل ذكرتي ان في انتقادات ايجابيه ممكن ان هي تكون، وممكن ايضا ان انت تستوحي افكار من خلال هذه الانتقادات. مثلا اذا فتاه قالت لك ان ليش ما ضفتي حاجه معينه في هذه اللبسه او في هذا القماش، عملتي كريستال، او انه ليش ما غيرتي من خلال القصه اللي انت عملتيها، صح ولا لا؟ اكيد هذا يصير. وبعدين لابد من التوازن بين أفكاري وفكرة البنت اللي هي أعطتني هذه الفكرة، قد يكون فكرتها صحيحة قد يكون فكرتها، بس أحترمها في النهاية. نعم. وإذا هي حبت وأصرت أن أنا أضيف لها يا في لبسها فهو لبسها أصلا. نعم. فأضيف لها يا كشكل بحيث أن يكون محبوب لديها وراضية أنا عنه نفس الوقت. نعم، شكرا، شكرا لك وشكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. أتمنى لك التوفيق وبارك الله جهودك في عملية إظهار هكذا رونق للزي العماني التقليدي النسائي بأبهى حلة دائما. زينة بنت مبارك السيفية مصممة أزياء، شكرا لوجودك اليوم معنا، وشكرا أيضا لميار ومارينا اللي أيضا قدم لنا العرض الجميل في الاستوديو. مشاهدينا الأحبة مستمرين ومتواصلين معكم في برنامج قهوة الصباح، فاصل وبعدها لنا عودة فتابعونا.